يعد حي حسنات من الأحياء الواقعة في الناحية الجنوبية الشرقية لمدينة تعز ضمن التقسيم الجغرافي لمنطقة صالة الذي يجاورها بشكل مباشر من الناحية الغربية. دخل الحي دائرة اهتمام ميليشيا صالح والحوثي منذ لحظة بداية الاجتياح للمدينة، واعتبرته خط الدفاع الأول لتأمين تواجدها في منطقة صالة، إضافة إلى اتخاذه موقع تحكم وسيطرة إلى جانب موقع جبل السلال المحاذي له من الناحية الشمالية، والتي استطاعت من خلالهما إحكام القبضة على البوابة الشرقية لمدينة تعز برمتها. الجانب العسكري هو يعني على خط أمامي للهجوم على ثعبات وصبير والمدينة، كان الخط الأمامي حقهم، حتى إن المقبرة هذه كانت إيش خط نار، مقبرة لصالة حسنة ثعبات كانت خط نار. ولكن قد نقول لك الله سبحانه وتعالى ما ألهمهمش الفكرة الكبير لاتخاذ حسنات خط إمداد للديم، لو كانوا أخذوا الديم منطقة الديم فوق ممكن إلى الآن كنا نعاني نفس معاناة السلال. تختلف تفاصيل مجريات الأحداث بين حي حسنات ومنطقة صالة، كون هذا الحي يمتلك خليطاً متجانساً في تركيبته السكانية، والتفاوت بين البيئتين القروية والمدنية. ذهبت ميليشيا الانقلاب إلى مواكبة طبيعة المكان مستغلة طيبة الناس وحاجتهم، أغدقت عليهم بمكر واستقطبت الكثير من الشباب إلى محيطها لتفرض تمركزها وسيطرتها على الحي وهو ما كان. المنطقة يعني تعتبر لا إن مدينة ولا إن قرية، يعني مختلط ما بين المدينة والقرية. دخلوا علينا والعمل إلا بصر هذا ما يحاكوش، عملوا حفار مقبرة وكانوا يدخلوا وسطهن. الجماعة أهلنا مش أقول لكش البلاد إنه قصرة، كانوا يرجعوهم ما يقدروش، كانوا يرجعوهم النهار وطلعوا بالليل من تحت الجامع، كانوا يلومنا السائلة. استقطبوا حثالة المجتمع، حثالة منطقة حسنات استقطبوهم بحبة تونة بحبة جبن بقرص عيش بكذا تخزينة، استمالوا حثالة المجتمع الناس المساكين تمام، بحيث انه ايش عملوا لهم هو الحقيقة قاعدة حاضنة، قد تكون الحاضنة حقهم من قد نقول لك من أسافل القوم، ولكنهم أصبح لهم حتى من نقول لهم الأخبار تمام، حتى تمكنوا بعدين من الدخول. في المقابل كان هناك الكثير من السكان يدركون زيف المشروع الذي قدمت به الميليشيا، لكن فقرهم أجبرهم على البقاء في حيهم ومنازلهم. أمام هذه النقطة وقفت الميليشيا بجدية وبدأت بتفعيل المنضمين إليها وتكليفهم بدور المخبرين على أبناء جلدتهم حقهم، يعني إيش العادات الذي عند الأبواب في الطاقة، من اللي يتصل، من يتكلم، الضوء، من اللي يضوم بالولاعة بالشمعة، ممنوع الساعة 5 لازم تكون في بيتك، داخل بيتك مقفل عليك، تضاوي ولا شيء يضربوا عليك لو صبيت، ناكل لقمه عصر وخلاص بندوا علينا، ما تخرجش، ممنوع الخروج الى درجه انك ما تقدر تتكلم انت وطفلك في الليل، والله على البيت 5-6 وهم على الطيقان، اذانهم على الطيقان، اذانهم على البيت. ما تقدر تتكلم انت وابنك او تفتح تليفونك نهائيا. خطوة تصعيدية أكثر جرماً أقدمت عليها ميليشيا الانقلاب في هذا الحي تمثلت بتبني حملة مداهمات واقتحامات لمنازل السكان بقوة السلاح
وتفتيشها وإخراج ساكنيها بشكل إجباري، مستخدمة كل أساليب الرعب والإرهاب دون اكتراث للآثار النفسية التي ستصيب الأطفال والنساء جراء هذه الوحشية التي لم يألفوها إلا في زمن الميليشيا. الساعة 10 في الليل أقعوني إلى البيت، خرجوني ورموني في الأرض وطرح الآلي فوق الآذى لرأسي قدام أطفالي وقدام جهالي، إذا ما تخرج من البيت نحن نهزم من هنا. ليلة جاءوا 9، وبعدين الله خرجوا ولا خرجوا ولا خرجوا، دقدقوا خرجوا ومتشوا عاد يفتحوا ولا عاد افتح لي من هنا، قال كله ما عاد تفتح، أذاني قاني يفتح البوابة متشوا مني، أنا مرا عجوزة معي جهال معي أيتام معي متشوا مني، قالوا سيروا اخرجوا أنا نخرج، ما معي أنا لا معي لا قليل ولا كثير لا أنا، قالوا ما لهمش دخل خرجي. نزلت هنا بيت الوالد تبعوني لهنا، توقوا على بيت لاوي لاوي للصبح، لا ندخل حد ولا نخرج حد، ولكن مش علينا من البلاد، من البلاد هذا المتحوتين الذي ساروا معهم، مش أقول لك إلا لا أعرفني ولا أصرفني. وصلوا ما ذا الليل قلنا خلاص يا بناتي هقعين، لا لما صلينا أقف قباب يلا خرجوا، قلنا لهم مرحبا مرحبا خلوا الضيسي وقفنا نحن نخرج، ما كسر الشرف غالي معي مكاريف معي جهال معالج أصل، وخرجنا. بعد نزلت بيت أخي في الحرازية وظل التدوير بعدي لما خرجت وهربت عدل، قالوا لي 3 أيام، مدة 3 أيام ورجع بيتي، قفلكوا بيتي بقف 3 أيام ورجعكوا تحقوا لي بهذا الزوط، قالوا ممنوع لي المسيل لمس بيتي حرام عليكم، دي لنا ثياب جهالي بغرزيها ما معاناش ماذا قل أبدا، تلمسي أفقر به، خلف مش فقر به هو ست مش يخاف منه لا لا ضمير ولا أهم، هو والله رجعنا لنا كردونا نظيف من أصل البيوت نظيف، ولا خلوه واحد يعمل بندق للرأس حقيقي، أخرج خرجونا ولا عب قدرنا نبوج لا أداة ولا حاجة، والله وجعنا أعدنا، قالوا خرجوا من بيتكم ولا ما خرجكمش نقتلكم، خوفونا خوف موت والذي ذا يدقه يقزع يقزع، ولا بولا مراجعة ولا حاجة، أكلوا علي غنم بمدرسة، فكانوا موجوسين من كل الناس إلى درجة أنه بيدوا يخرجوا حافات بكله برا، هجر يخرج أخي فين أروح، طيب دي لي بديل يخرج بيدوب أول حاجة بالحافة العليا اللي هي حسنات الجهاذي، وبعدين الملوى وبعدين الملاطع، هذا يخرج صميل قصب، والله كما تبهذلنا قلت داري بو قلت داري، لكن جزئنا كان معي دبا طحين شليكي شليكو دبا طحين لقوها منين اش نقار شن نعمل لهم شوية عصيد حرام، أتبه هذا الناب النزوح ما معانا شو بيسل عيني يا رب. في أواخر العام 2015 وبداية العام 2016 انتقلت دائرة الأحداث في مدينة تعز إلى المربع الشرقي، ووصلت حتى تخوم حي حسنات من الناحية الغربية. كان الحي آنذاك شبه خال من ساكنيه، وميليشيا صالح والحوثي المتحكم الرئيس بكل شيء فيه، واقع ساعدها في تمكين قواتها وقناصيها الذين نشرتهم على البنايات المرتفعة، وبالفعل استطاعت من خلال خطتها إطالة زمن المعركة لأكثر من نصف العام. حصدوا الناس حصد من بيتنا لثعبات، قتلوكم من شناب من بيت حق من عليا، عادي كان مش مرمم مصبوبك، هذه بيتنا اتخذوها سجن، دور في مكان تحتنا وخذ سجن لأبناء المنطقة، فترة جلس وهو سجن.
حين بدأ الخناق يزداد عليها من اتجاه منطقة ثعبات غربا وقرية الديم جنوبا، منتصف العام 2016 سعت الميليشيا إلى تبني سياسة انتقامية في الحي. ساهم بذلك بعض العناصر المنضمة إليها من أبناء الحي. تمثلت تلك السياسة بإعداد قائمة بمنازل الخصوم لتزرعها بالعبوات الناسفة وتفجيرها بما تحتويها من أدوات وممتلكات، قضى أصحابها جل أعمارهم للحصول عليها. هذه بتختي غامركم غامر لما هذا طلعكم أما اللي مناك أخوكم سيطن مع زيد كلنا بالرفاعين ثالث يوم وما سيكون ذا قلقوا حقي بعدي. لما خرجنا على حساس بنرجع وما عاد رجعناش لأنه كان بوق أنا بدي إجزام من جنب البيت قالوا أنهم شهدموا حقنا البيت خرجنا. كان اللي يحرسها واحد يميل للجماعة ذاك صهيرهم يميل للجماعة على أساس أنه آمن، فجابوا له عفوش وسامن من بيوت أخرى لداخل البيت خرجمو وعملوا مي مثل ما أنت شايف. البيت لا عمل شيء ولا رمى ولا قتلة ولا عمل شيء، طول عمره أختي دم قلبي وسطه طول عمره يصلح. تخيل أذواء المنظر قباله. كانت قصة كلها ذكريات صراحة، يعني من طفولتنا، يعني لما شفنا تصدمنا، يعني ممكن مش متوقعين كذا رغم أننا نحن شفنا بالصورة. بيت عبد الله حسن فجروها بدعوى إنه الدواعش ينزلوا لداخلها، ولا ما عندهم كلهم هربوا صنعاء، كلهم من التعسف حق الحوثة هربوا صنعاء، ما عندهم أي علاقة لا بالمقاومة وناس مساكين وكذا. فالحجة إنه الدواعش نزلوا لداخلها ففجروا البيت كامل، عملوا له عبوات، بيت من القدم يعني كانت قديمة، عملوها عبوات بحيث إنك ما تشوف البيت. طول عمارنا بعنا حقبونا بعنا ذهبنا ونحن حق البيوت لعيال. هنا كان منزل مؤلف من ثلاثة طوابق تقطنه أسرة كبيرة يعولها الولد الأكبر محمد. الحكاية بدأت من لحظة التهجير القسري ورحلة التشرد والشتات وانتهت بهذا الواقع المؤلم الذي يبدو اليوم أكثر سوءا. بداية الحرب جالسين ببيتنا هامين الله مع هذا ولا مع هذا، فجأة لا نزهد إلا والله هاون قدرنا لا هنا لا قبل بيت لا هنا لا هنا يعني لا قبل مذا من هذا الجهة ومن هذا الجهة ومن هذا الجهة يا ناس. أبصرنا إن ما بش خرج ضروري إن إحنا ننزح نزحنا وطلعنا صنعاء إحنا والأسرة كامل ما طلعنا إلا بأداتنا العفش كل شيء داخل البيت ولا معانا شيء. ودرنا كل حاجة ودرنا لابني حتى صانك الله وعز قدرك حتى مشلنا لك زاد من ما فيك قوم قوم الزاد نزلنا شندي لنا أكل ما قدرناش شلينا نفسنا وقزعنا وعيالي وعيال عيالي ونسوان عيالي شلينا نفسنا وسرنا ركبنا لنا من هنا من هذا ويلا دقيها أنا لا لما وصلنا لا داخل الدنيا لا بعد حوالي سنة نسمع اتصلوا لنا قالوا البيت حقهم متفجره مو عمله ما هو الخبر قالوا فجروا بالحواثية قلنا أمرنا وأمرهم لله حسبنا الله ونعم الوكيل ولا هل علينا ذنب والله ما علينا ذنب شنقول عملنا شيء شنقول بطوننا شيء شنقول لا كان يسبت معلق قالوا هذه كبت بتقيلة بترس ناس تقول الله.
عندي قلطه وعندي هذا ما قرينا شنو نخبر هذيك الساعه. حاولنا نحن بعد قليل يعني اسبوع اسبوعين شهر وهذا بدينا قليل قليل ذا عمد ما يقنا بالخبر انه ان البيت حقنا تفجر. ادوا لنا علم بيتكم تفجر وانا تعبان يا ابني يرحمني الله واقلب. يعني هذيك الساعه خلاص يعني ما اقول لك انا سعلي تدمر حياتي خلاص. خلص بحكوا لا بيت ولا مأوى ولا شيء. انا معي جوال واسرتي وامي وخواتي ولا نصبح ببيوت الناس. جلوس ببيوت الناس يا ابني هو بيتي وانا هاقص يا نصطي ولا ما معاناش منين؟ انا عشان اجي ضاحى ثلاثه تابق ضاحى انا عشان اجي لعبت ولا مأوى لا والله خلوا لي كانوا كغرفه شو اسكن. أنا ما قدرنا نعمله ثلاثة دور ما قدرنا نعمله كان من أنا شنو يلا يلا نقوم ب ناكل أنفسنا أنا شنو غدير الآن الحالة كما يعلم الله لا شقة ولا لقاء أنا تجي تسقي أنا ولد الله ما قد ما دخلوا على أنفسهم ريال واحد ريال واحد والله ما دخلوا على أنفسهم ما بش معانا لا قلوا لا حنس ولا ونيس ما معنى الله الرحمن الرحيم ربي ينتقم منهم. أنا مكاد بحبل الله الذي لا غير ولا قبله هو هو أنا هو حسبنا الله ونعم الوكيل. محمد وغيره الكثير من أبناء حي حسنات عادوا بعد اندحار الميليشيا يتحسسون الموطن والمسكن والهوية فلم يعثروا غير واقع مثخن بعبث ميليشيا لم يستثني أحدا. منازل سويت بالأرض وأخرى أفرغت من محتواها سلبا ونهبا وعبثا وبعد انقضاء سنوات لا يزالون مستمرين في البحث عن أشياء كانت تخصهم قبل أن تجعلها الميليشيا غنيمة وفيدا لمقاتليها. ما خلوا لنا شيء عزك الله الثياب حقنا حق ابوها الحق مكالف ما بقي شيء ما بقي شيء رجعنا على بيوت مهدمة عزك الله دخلكوا بيتي وهي جيفة الله لا وريك والله ما اشتسنا بداخل ساعة ضربوا على ثنتين البيوت بالدبابة من شفتي المدمنين شفتي انه ما قعشا وكدين المخربات وأدت حقي داخلين كله ولا جينا شيء تاني زوقوا خمسة عيال وكل سنة أصرف لداخلي حرام عليا يحرم عليا خلوا لي خلاص واحد ولا صحون ولا ذا ولا حرام عليا حقي كنابير أو غمارتين وواحد سعمه رجعنا لما جينا على الحمد لله. تفاصيل مرور ميليشيا الانقلاب في حي حسنات الذي غامرنا وخاطرنا بأرواحنا من أجل تتبعها ليست إلا نماذج لقصص وأحداث وحكايات متفرعة ومتشعبة ومؤلمة. ضرب هستيل إلى القرية دمر وعندنا مصححين من نفس المنطقة زي ما قلت لك عندنا مصححين من نفس المنطقة هذيك بيت فلان هذيك بيت فلان هذيك بيت فلان لانه لو اطلعت كذا بقى تشوف السلال والقعشه والذم قابلنا تماما احنا نعتبر لهم كتاب مفتوح. هذيك بيت فلان خلاص ضربها. بيت اخي هنا كانوا مقيلين داخل الديوان ما يقرب تقريبا من 15 نفر داخل الديوان حق اخي. قتل قذيفه قذيفتين واحده في الدور الاول قذيفه في الدور الثاني كان معنا عقد. ايش دراها الحوثي انه مع مصطفى عقد حق ابن اخوه والناس الان مخزنين داخل واللي موجودين فلان وفلان وفلان وفلان. بهذا الكلام. قذيفتين القذيفة الأولى يعني بالدور الأول والقذيفة الثاني جت يعني على بعد متر من الديوان الله كان بيطوحون وصلوا الوقع بكل بيت أدى كل بيت أدى قادي أقاقر كلك حسنات كليتها يعني. معي واحدة من البنات يعني كانت لما تسمع الطائرة يحصل لها زي الغوبة ولما تسمع القذائف حق الدبابة الدبابة حق صفتين لما تضرب تسد الأذن حقها وتلتمي بينها ثياب
نفسيات ايش اقول لك انا؟ والله ما ينام الليل. لا ليل ولا نهار. ما باقي لنا غير كنبين امي واخواتي بس. خفنا على اخواتي وابي. وابي صب قلطه الان لما صار بيت سرقه وذات واخي قتيل. ما صاب الا بقلطه ومات. توفي. ما عندهم اي صفه من صفات ايش؟ الشعارات اللي يقولوها. مسيرة قرآنية مسيرة خراب ودمار وعبودية للناس. مش يهموا مننا الحكومة اللي هناك، احنا مقاسين ايش حرب يطلع الجبل. واحنا مدنيين نرحم الله. هي الحكومة اللي هناك بتعز بصنعاء. الحكومة اللي بصنعاء مو معانا نحن. قتلوا عيالنا، نهبوا بيوتنا، دقدقوا بيوتنا، أخربونا من كل البيوت، ودحنا على أرحمنا.